في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ينطلق هذا الشوط الذي خصص للابكار انطلاقه موفقه ايضا لهذا الشوط. نسير مع المركز الاول وناخذ البدايه اللي على الصداره الاولى والمركز الاول تصميم علي عطشان، بينما رقد على المركز الاول لعلي احمد الصديق، بينما المركز الثاني تصميم لعلي عطشان، المركز الثالث امسيه لصديق احمد الصديق، في المركز الثالث بينما تتواجد اللي هي اميره علي عطشان على المركز الثالث، ناوي على نيه مرضيه القادمه اللي ايضا هنا الدرادر عمر البشير الكشكش. رقم ثلاثة تعدنا محمد الدرادر، محمد عمر درادر الدرادر هناك القادمة مرضية بلا شك، ولكن رقد على الصدارة، رقد على المركز الأول، صاحبة إنجازات، صاحبة نواميس، صاحبة انتصار، ومرضية وصيفة للنواميس. الله يا هذا الشوط، رقد المرشحة الأولى سلالة مطفي طارت على المقدمة الثنتين سلالة مطفي، ولكن رقد بطلة هذا الشوط. تهانينا والناموس لعلي بن أحمد بن علي، علي بن أحمد الصديق الدرويشي. سلام يا أمير الكقيرة، سلام. تهانينا والناموس لعلي بن أحمد الصديق الدرويشي على فوز رقد بهذا الشوط. المركز الثاني مرضية لعمر الدرادر، المركز الثالث لعلي عطشان. أما التوقيت دقيقتين 17 ثانية. تهانينا والناموس لعلي بن أحمد الصديق الدرويشي. سلام أبو علي، سلام.